أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للنية في أثناء الصلاة، هل يجوز تغييرها؟ وهل الرواتب تتداخل؟ النية الصلاة يجوز تغييرها إلى أقل، مثلا يصلي فريضة وأراد قلبها إلى نافلة لا بأس، حولها إلى نافلة. أما أن يحولها إلى فريضة أخرى أو يحول النافلة إلى فريضة، هذا لا يصح ولا يجوز. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.